هو ده التحدي. لولي انا هتحكم فيكي لمده يوم كامل. لا كل حاجه هطلبها منك هتنفذيها. لا مفيش حاجه هو كده. لا هو ده التحدي. الناس طلبوا مني اتحكم فيكي لمده 24 ساعه. يعني اول حاجه انا عارفه انك ما بتحبيش تسرحي، طلب هتسرحي شعرك دلوقتي حالا وقدامي. يلا اتفضلي مفيش كلام. وكمان طلبوا ان انت تغيري التسريحه وتلمي شعرك كله كله وتشيلي القصه. يلا بقى قرعه. اما هو كده اتفضلي هاتي الفرشه ويلا قدامي. يلا هتخلينا قرعه. انا عايزه شعرك ده يتلم دلوقتي حالا. يلا هتخلينا قرعه. لا مش قرعه ده انت هتبقي جميله. مش موافقه. يلا بسرعه. طبعا لولي جت. يلا طبعا لولي ما بتطيقش تسرح. والله العظيم ما بتحبش تسرح اطلاقا. يلا يا لولي انا اللي هسرح لك كمان. يلا بينا. بصوا دي فرشتها المفضله وكمان بتستخدم السيرم ده لو عايزين تستخدموه. يلا يا لولي عشان تسرحي. بصوا شعرها حرير طبعا. الله لا بجد لذيذ يا لولي. هو متسرح انت مسرحاه قريب؟ اه يلا السيرم اول حاجه. يلا يا جماعه هخلص تسريح بس معلش يعني عشان مش عارفه اسرح لها وانا ماسكه الكاميرا. ثواني وهبقى اغير لها واجي. لولي راحت جابت التوك بتاعتها وهنحطها لها. بصوا انا سرحت لها وهي عماله بقى تحط بقى ايه شويه اكسسوارات. يلا بقى ورينا. شكلك اتغير خالص بقيتي واحده تانية ابدا. يلا كده انت نفذتي اول تحدي. رقم اتنين تاني تحدي هو صعب. انا عارفه ان انت بتحبي العرايس الثلاثه الاخوات. هتجيبيهم وترميهم في البلكونه. ماليش دعوه هو ده. انت هتسمعي كلامي يوم كامل وانا بكره هسمع كلامك يوم كامل. يلا اتفضلي. يلا بينا. بصوا يا جماعه هوريكم هي حاطه العرايس فين من كتر ما بتحبها. بصوا هما الثلاثه دول اكتر ثلاثه هي بتحبهم. هنجيبهم دلوقتي وهنرميهم في البلكونه. يلا معلش ما تزعليش بس هو التحدي كده. يلا انت بتودعيهم ولا ايه؟ معلش بقى. يلا باي يا عرايس لولي. يلا يا لولي انت مش ترميهم في الشارع انت ترميهم بس في البلكونه. يلا ادي واحده ادي اتنين. اي ما تزعليش بقى بيجيبيهم بعد شويه اتفقنا. وريني ايديكي بقى عشان اختار تالت تحدي. بصي حاطه المونيكير ده عايزاك تغيري لون المونيكير ده وتحطي على ذوقي. عندك مونيكير؟ اه اشوفه. روحي جيبيه. من التحديات؟ لا لا انا عايز المنكر اللي عندك كله. بص انا هجيب الكل وخدت الباقي. كام واحده دول؟ الباقي جوه. طيب التحدي ان انت هتحطي اوحش لون ما بتحبيهوش. ما بتحبي ده. بتكرهي ده؟ اه يبقى هتحطي ده. لا انا ده لون الصوت. لا هو ده اللي انت لازم تحطيه دلوقتي. يلا هصورك وانت بتحطيه. تعالي يلا يا لولي حطي لي ايديك الحلوه هنا وهنحط لها المنكر اللون الوحش اللي ما بتحبوش. يلا جاهزين؟ ادي واحد. واو ده لونه طلع حلو. ده حلو جدا وشيك والله. لا وحش. والله حلو. واو هو لونه ايه؟ هو لونه لما هاتي اخر صباع. لا لسه الايد التانية. الايد التانية هتبقى بلون مختلف. امال ايه؟ هو كده هاتي بقى لون تاني علشان خاطري يبقى الايد التانية لون مختلف. الايد التانية هنحط اللون ده. انا عارفه ان انا بحط مونيكير فوق مونيكير بس هو ده التحدي. بس ده لونه حلو قوي يا لولي. الله ده طلع حلو بس في الليل حب. هاتي بقى اخر صباع. واو التحدي اللي جاي بقى. بس سيبيه ينشف اقعد بوظيه. التحدي اللي بعده هتشربي كوبايه لبن. صغنن عشان خاطرك بس باللبن بس كفايه. كمليها لسه فيها. ايه التحدي بقى اللي عليه الدور؟ هتفتحي العلبه دي وتاكلي منها واحده وتفتحي العلبه دي وتاكلي منها واحده وتفتحي دي وتاكلي منها واحده وتفتحي نوع شوكولاته وتاكلي منه واحده وتخلصيهم كلهم. لا ليه؟ خلص العلبه كلها. خلاص اختاري علبه منهم تاخدي منها واحده. طيب يلا طلعي منها واحده وكليها. اخترتي انهي واحده اشوف. طيب يلا كليها. هي حلوه. حلوه؟ الف هنا. وهتختاري انهي نوع شوكولاته؟ انهي واحده هتاخديها؟ ها محتاره ولا ايه؟ ممكن تكون جوه شنطتك. افتحي الشنطه كده. طيب على العموم انا هختار لك شوكولاته. ايه رايك تاخدي دي؟ لا مستنيه. طيب خلاص صعب عليك التحدي. لو مش عايزه اي شوكولاتات من دول ممكن اغير لك التحدي ان انا اشوف شنطتك دي فيها ايه واشوف شنطتك دي فيها ايه وهوري كل الناس. يلا افتحي وريني. واو الله شوكولاته سنيكرز. افتحي طلعي عايزه اشوف. ايه ده بقى؟
دي مصاصة، دي مصاصة كندي وشوكولاتة سنيكرز، واو شوكولاتة باونتي، واو كندي تاني. طيب الشنطة التانية اشوف كده، طلعي طلعي طلعي، حاطة ايه؟ اه كندي برضو، وايه ده؟ وشوكولاتة. ها في حاجة تانية؟ واو حبيبة قلبي حاجاتي الجميلة قوي اللولي، حلوة قوي كل ده يا لولي. ايه يا لولي انت مسافره ولا مهاجره ولا رايحه فين يا لولي؟ ايه ده كله؟ اخر تحدي بقى يا لولي، وكده تبقي نفذتي كل التحديات صح. عايز اشوف الاكسسوارات بتاعتك دي، ممكن؟ دي بقى الله الله، دي جميله، دي جميله قوي، ممكن تلبسيها عشان اشوفها عليكي؟ هلبسي كل حاجه. البسي. واو دي جميله، بصي فيها ايه من تحت، بصي حلوه. والتانيه بقى ها صعب عليكي ولا ايه؟ دخليها جامد شويه، جميله. وبكده يا جماعه لولي لولي تكون نفذت تحدي ان هي تسمع كلامي في كل حاجه، وانا بكره بقى هسمع كلامها في كل حاجه. النهارده قررنا نعمل مقلب في عمر، انا جبت كل الالعاب دي للولي، اول لعبه وتاني لعبه، لعبه حلوه قوي، رحنا محل الالعاب وجبنا لها الثلاث العاب دول يا جماعه، وطبعا ما جبتش لعمر ولا لعبه، هو اكيد هيجي دلوقتي ويسالني جبت لي ايه ماما؟ روحي ناديها لولي. بصوا رد فعله هيكون طبيعي، احنا مش عارفين هيعمل ايه خالص، انا جبت حاجات فعلا كتير وهتعامل معاه النهارده على انه مقلب وهنشوف رد فعله. ماما انت جبت لي ايه وجبت ايه لولي؟ تعالي يا عمر شوف العاب اختك، جبت لها حاجات حلوه قوي. بص جبت لها كل دول، بص ده كلاب كده كتير والحاجات بتاعتهم، عروسه بص بنتها قمر ازاي، وبص معاها طوق وحاجات. ما كانش معايا فلوس خالص، ما فاضش معايا خالص اجيب لك حاجه، متاسفه يا عمر. طب اشتريت لها؟ مش اشتريت. معلش بقى يا عمر، هي شبطت في الثلاث العاب دول. بص بص يا عمر، بص حلوه قوي قوي ازاي. بص يا عمر ايه عادي، عمر استنى انت رميتها ليه كده يا عمر؟ بصي يا عمر جميلة، خلاص ما تزعلش هبقى اجيب لك السنة الجاية، أنا عندي ليك مفاجأة، والله عندي ليك مفاجأة، أنا جبت لأختك لبس العيد كمان معايا، تحب تشوفه؟ وأنا يا ماما جبت لي، وأنت كنت معايا، أنا هي كانت معايا فقست عليها. لولي 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 عن مين يا ماما؟ اجري بسرعة هاتي لبس العيد بتاعك علشان أخوك يشوفه، اجري. على فكرة كان في هناك لبس ولادي على قدك قمر قوي. جبتهولي ليه يا ماما؟ مش عارفة يا عمر، ما تسالك باللي عندك ده، ما اللبس اللي عليك ده جميل جدا، البسه إن شاء الله في العيد. أنا جبت لأختك، أختك بنت. في ايه يا عمر؟ ايه شغل العيال ده؟ انت هتعيط يا عمر. هات يا حبيبتي هات. بصي يا حبيبي جبت لها من محل حلو قوي، اتفرج اتفرج على لبس اختك. بص حلو قوي جبت لها ايه؟ وريني وريني. عمر ما ترميهوش. ما انت البس بتاع العيد اللي فات. طب بس اتفرج عليه. اتفرج يا عم، مش الواحد يحب الخير لاخته؟ طلع ورينا كده. انا اللي هطلع. ورينا انت يا حبيبتي، انت اصلا اشطر منه بكتير. ورينا. الله الله. الله جايبه سوت من اللي طالع موضه ترندي تحفه، وجايبه كمان شنطه وحاجات جميله، وعارف جبت لها كام طوق؟ ليه؟ خمس اطواق. طب ليه طيب وانا؟ ورينا الاطواق بتاعتك يا لولي، تعالي. يا عمر انت ولد، البس اي حاجه. اهم واحد للعيد. بصوا يا جماعه، بصوا هي اللي هي لابسه ده جديد، بصوا بصوا البسي يا لولي، البسي البسي كمان، عايزين نشوفهم كلهم عليكي. وده كمان يا ماما، وده الله الله يا ماما، الله. وايه كمان؟ يا ماما بعدي كده. عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ انا لابسه زيها. ما انت البس اللبس اللي انت لابسه ده. لا ماليش دعوه. البس اللبس اللي لا ماما ينفع اكل من الحلويات اللي انا شاريها في البيت؟ صحيح، انا نسيت اقول لك يا عمر، مش انا جايبه لاختك حلويات اشكال والوان؟ مش جبت لي؟ والله كلهم بتوعها، ذوقها، هاتيهم يا لولي بسرعه. طب هتديني طيب؟ والله هي حره، عايزه تديك تديك، مش عايزه تديك براحتها. بص انا مش هديك. ايه؟ حلوياتي كلها مش هديك. تعالي كده يا عمر، بص اتفرج، جبنا الحاجات القمر دي، بص عارف اللي عارف دي، شفتها على اليوتيوب طالعه ترندي تحفه. بص يا عمر بتاعت اختك. بص يا حبيبي كمان جبنا ايه؟ واسعه كده هدومها. واسعه من على هدومها يا عمر، هتوسخها. ما ينفعش كده. وبص كمان جبت لها ايه؟ عمر عمر بتاعتها، عمر عمر عمر، تعالي يا حبيبتي لا ياخد حاجه منها. عمر ما تبقاش كده، حلويات اختك يا عمر، دول بقى ليا انا وهي. عمر عمر عمر، انا ما عملتش حساب. يا ماما ليه يا ماما؟ ليه ليا وانت وني اولوها؟ دول اللي هتلموا. لا لا لا، هات يا عمر، ما ينفعش كده يا حبيبي، بتاعتها شيلي يا حبيبتي حلويات. بس بقى يا عمر، حطي يا عمر، حطي يا عمر. عمر معلش معلش، انا هطلب منك طلب، معلش انا عايزك بس تنضفي الشقه، الله يخليك، لاني جايه من بره هلكانه، انا واختك لفينا وعزمتها على الاكل بره وكده. معلش يا عمر، الدنيا مكركبه قوي. عمر عمر، انت اشتريت لها ولا لا؟ يا حبيبي لبسك زي الفل. اشتريت لها ولا لا؟ انا اشتريت لها. اشتريتي لي؟ لا. اما غبي مين النهارده؟ ما مش عاملني جعان. هي تعبت في الحركه بره جدا يا حبيبي. هاتي هاتي، ده انا نسيت اوريه دول. معلش يا حبيبي معلش، حقك عليا. قوم بصي اختك جابت دول، كانت فرحانه بيهم قوي، ايه رايك فيهم؟ معلش 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 يا عمر، عشان خاطري الدنيا مكركبه قوي، عشان خاطري لو بتحبني.
معلش نظفلي بس الشقه. هدي المكنسه يا حبيبتي لاخوكي هيكنس الشقه بسرعه. معلش يا حبيبي انا متاسفه. انت بس ايه تلبس نفس اللبس ده للعيد والبنطلون زي الفل اهو ونفس الكوتش القديم. ايه ايه في ايه؟ ماما ده جبنا ايس كريم. طبعا انا جايبه لها هي كل الحاجات اللي شاورت عليها انا جبتها لها. ايه ماما وانا طيب؟ الله ما انت واكل ايس كريم امبارح يا سيدي. ما هي واكله معايا ايس كريم امبارح. هي خرجت جابت لبس العيد انت قعدت في البيت. طب ليه طيب مش خدتيه؟ هو انت عندك لبس عندك ما هو هي عندها بالهبل. عندك لبس بالهبل. هي عندها لبس بالهبل. لا 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 هي كانت محتاجه طقم جديد وشويه حاجات واكسسوارات وكده. قوم بقى نظف البيت ما تبقاش رخم. طب ادي حته ايس كريم يا لولو. لا يابا ما فيش. عمر انت هتعيط. عمر ما تعيطش. عمر طب خلاص والله ده مقلب والله مقلب والله العظيم مقلب. بس خلاص انا جايبه لك لبس عيد والله وجايبه لك نفس العاب والعاب ولاد. انا جبت لك العربيه اللي بتحلم بيها والحلويات ليك نصهم واحلى منها كمان. ده كان مقلب يا حبيبي. بدل الحلويات وفي لبس العيد هاتي له قولي لك بتاع لبس العيد بتاعه والحلويات والالعاب كمان. هاتي له حاجات يا لولا. انا جبت لك كل الحاجات يا حبيبي. اول حاجه اهو طقم العيد بتاعك اتفرج عليه وقول لي ايه رايك في ذوقي. طلع كده ورينا. مخبيه مش عايز تطلعه. طيب والله ده كان مقلب. هاتي له يا لولي يا حبيبتي العربيه الجديده بتاعتي من على السوق والحلويات. هاتي له الحلويات يا لولي. انا ما اقدرش على زعلك يا حبيبي. ده انت عمر العسل اللي بتطلع الاول القمر. ما تزعلش يا حبيبي. ده كان مقلب الناس كانوا طالبينه في التعليقات بس انا قلت اعمله فيه. انت صدقت؟ حد يصدق ان مامته تعمل معاه كده يعني؟ اتفضل يا سيدي. عربيه جامده اهي تحفه وادي الريموت بتاعها. قول لي بقى يا عم كده مرضي ولا ايه ولا لسه زعلان؟ زعلان ليه بس؟ والله كان مقلب. خلاص انا عارفه ان المقالب دي وحشه مش هعمل كده تاني. اضحك بقى. لا هتضحك. طب اجيب لك ايس كريم؟ احنا اسفين يا حبيبي لو كان المقلب ضايقك. اتفقنا؟ لا مش هنسكت الا لما تضحك. يا مش هنسكت غير لما تضحك. طبعا يا جماعه الامهات بتتعب جدا معانا مش كده؟ عشان كده لولي قررت تجرب تكون ام لمده يوم كامل. في عمر. ودلوقتي هتبدا اليوم. عمر دلوقتي نايم ولولي خلاص بقت مامة عمر. تمام يا لولي؟ يلا يا لولي عشان تبداي اول مهامك كأم. يلا يا جماعه هنروح نصحي عمر. يا عمر ايه ده في ام بتصحي كده يا لولي؟ عمر اصحى. عمر يلا عمر اصحى. لولي هتكون مامتك النهارده اليوم كامل. مستعد؟ لا. يلا اول حاجه بنعملها ايه لما بنصحى من النوم؟ بنغسل سناننا 10 مرات. 10 مرات. يلا يا عمر على الحمام عشان تغسل سنانك. يلا بينا. يلا يا حبيبي. وهنا يا جماعه عمر قعد طبعا يغسل سنانه ولولي كانت واقفه له علشان هي مامته بتشوفه بيغسل صح ولا غلط. اختار المعجون ده وهي بتقول له يلا اغسل كويس. قعد كده يغسل سنانه كويس جدا جدا وهي قالت له انا كمان هغسل لك ايدك يا عمر مش انا مامتك بقى لازم اغسل لك ايدك. وراحت غسله له وشه كده وشعره علشان يبقى نضيف وزي القمر وجابت له الفوطه. يلا يا عمر. وهنا يا جماعه طبعا هي ام حلوه قوي بصراحه. انا ما شفتش امهات حلوه كده. غرقت الولا وهي بتغسل له دماغه ودلوقتي الواد مش راضي ياخد الايه وقعد يضحك. ما هي مامتك بقى وانت بيبي عشان بس تجرب الامومه بس. يلا يا عمر. يلا يا عمر. يلا يا عمر. والله كنتوا بتعملوا كده انتوا صغيرين مش بترضوا تاكلوا برضه. الحمد لله فطر اخيرا. نيم يا نونا. نيم يا نونا. كرعيه بقى يا لولي. كرعيه يعني طبطب على ظهره علشان يعمل بقى ايه طلع كل الهواء اللي في بطنه. يا امي اريده لعبه. هاتي له العاب اطفال بقى من اللي بتنمي الذكاء. يلا وعلميه الالوان. طبعا يا جماعه عمر جات له شخشخه علشان خاطر ايه بيبي. يا حبيبي غير. طبعا يا جماعه جايبه له تيشيرت كبير كبير قوي فعلا زي الامهات. يلا يا حبيبي غير. يلا هو في ام بترمي كده؟ في ام انت عمرك يا عمر غير. يا عمر معلش احنا عارفين انه كبير بس مامتك عاوزه كده. هنا يا جماعه الام طبعا بتلبس ابنها التيشيرت الكبير. ها الامهات بتتعب يا لولي. تعبتي ولا تعبتي ابنك؟ هنا بقى لولي جابت له حلويات وكان نفسه ياخدها خدها وجري جريت وراه واخدتها منه. وهنا طبعا كان عايز يقعد على التليفون قالت له لا طبعا لازم الالوان المفيده وقعدوا يتعلموا الالوان مع بعض. ازرق والتاني حاجه ازرق واحمر واحمر اصفر اصفر
أبي يا حبيبي خليك توتي مؤدبة. ماما ايه؟ عاوز العب كوره. في ام بتقول ايه؟ اسمها نعم. نعم علمي الاخلاق. قول من الاول يلا. ماما نعم ينفع يلعب بالكوره؟ الكوره ايه ده؟ انت زي العسل اهو. ده هجيب عشان هجيب لك بالعسل. يا اولا اهو فريش. شكرا يا ماما. نكمل. بنت ماما. نعم يا حبيبي. انا عاوز حاجة حلوة. عاوز حاجة حلوة بس واحدة بس عشان سنانك. يلا يا حبيبي انا فاتحة لك المحل. يلا اختار اللي انت. بصوا يا جماعة، لولي شارية كل الكاندي ده لابنها طبعا، بس هياخد واحدة بس عشان سنانه. هنشوف هيختار ايه. ها ده انت ام جميلة بصراحة. يا سلام. هنشوف هيختار ايه. بصوا يا جماعة، هو اختار ده البيبي، اختار ده. هما بيقولوا طريقة ده عشان تتفتح تتحط بين السنان وتفرقع. انت مش خايفة على البيبي؟ لا. مش خايفة على البيبي ازاي؟ لا خايفة عليه بس حاجة واحدة بس عشان سنان. انا خايفة عليه. بيقولك البتاع اللي معاه دي بتفرقع في البق. بتفرقع. انا بحب اللي بتفرقع. بتحب. مش خايفة على ابنك النونو؟ لا. في ام بتأكل ابنها. بصوا يا جماعة فيها ايه من جوه، تعالوا نشوفها مع بعض. اوه دي مليانة مليانة. بصوا فيها ايه. اوه هنشوف اللون البنفسجي. الام هتاكل البنفسجي والابن هياخد انهي لون بقى؟ اعلى رقم ده الاحمر، وبعديه ده اقل حاجه. بصوا يا جماعه، هما بيقولوا ان اللون البنفسجي ده بيفرع اكتر واحد. البنفسجي هي البرتقال. طب يلا هو ده اعلى حاجه وبعديه. يلا يا جماعه هنشوف عمر هيختار اعلى حاجه. اعلى حاجه الحمراء. هاتي. ها واعلى حاجة بعدها البرتقاني. فانت ايه مفيش احمر تاني؟ خد خلاص خد. ها يلا بقى هنشوف الفرقعة يا جماعة. هنشوف. ايه وريني شكلها كده من جوه. بصوا عبارة عن ايه. حطها كده على ايدي عشان تظهر. واو يا ترى فيها ايه من جوه. عمر حطها بين سنانك. بين سنانك. دوس جامد. دوس جامد. بصوا يا جماعة. ندوق نشوف اللولي هتتحملها ولا ايه. ايه ايه دي حلوه. حلوه الموت دي ولا ايه يعني؟ عمر يا جماعه مش قادر، ولولي فعلا تفتها. ايه للدرجه دي؟ لا مش هكمل التحدي. ليه؟ صور قوي ولا فرقعت ولا؟ لا ماما مش واضحه. ايه؟ لا رهيبه؟ طول قوي. طب هو في ام بتاكل ابنها الحاجات دي؟ الام تشرب ابنها لبن، تاكل ابنها حاجه مفيده، بيض ولا حاجه. يلا يا حبيبي عشان تنام. ماما عاوزه العب بالكوره. لا يا حبيبي وقت النوم جه. يلا روح انام. يا ماما سيبيني. قلتلك يلا يا واد اسمع كلام. ده طبعا يا جماعه معاناه من اكبر معاناه الامهات. الام بتكون عايزه ابنها ينام وابنها مش راضي. هنشوف ليه هتتصرف ازاي. طبعا يا جماعة بعد ساعتين من المحايلة اخيرا وافق ينام. يلا يا عمر. يلا نمي يا قطتي. وهنا يا جماعة بعد يوم طويل لولي قضيته مع ابنها، وعرفت قد ايه ان الامومة صعبة، وان الامهات بتتعب، والمفروض نحترمهم ونقدرهم وما نزعلهمش. ايه يا ابن اللي عملته ده؟ انت حطت الكرة في ايه؟ الكرة يا عمر. احكي لك قصة يا حبيبي. ايه حبيبي احكي لك قصة. يا عاوز العب بالكوره. ايه ايه انت زهقتني. بس طيب هتنام وخلاص. يلا نام. نامي يا نونا نامي. طبعا يا جماعة لولي قضت اليوم والله تعبت جدا جدا، ودلوقتي هتقول نصيحة لكل الأطفال. يلا يا لولي قولي لي بقى النصيحة. يلا باي. يلا النصيحة يا لولي. لازم يا جماعة نحترم أمهاتنا ونحبهم ونقدر تعبهم معانا. لازم نحاول نساعدهم على قد ما نقدر وما نتعبهمش. لازم كمان نتعلم الأدب والاحترام مع كل الناس، ونتعلم ننام بدري ونصحى بدري، وناكل أكل صحي مغذي مفيد. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك لقناة لولي العدوي. لا لولي العدوي. لولي العدوي. يلا باي.